كان من كام سنة كان في استبيان اتعمل على موقع عربي كان خاص بشؤون المرأة العربية عن ان هي يعني تكمل شغل ولا البيت بالنسبة لها اهم. فلقوا ان الاحصائية دي او الاستبيان ده اتعمل على 100 سيدة واتعمل كمان على 67% منهم من السيدات كانوا بيفكروا جدا في انهم يسيبوا الشغل خلاص، يعني وصلوا لمرحلة ان هو من كتر الضغوطات 67% منهم انهم يسيبوا الشغل. بعد كده برضو الاستبيان التاني على 58% منهم كانوا بيفكروا يسيبوا الشغل لظروف مرتبطة بطبيعة الشغل والارهاق، يعني شغل فيه نوع من انواع الارهاق البدني عليهم. انا هعلق على اللي انت بتقوله بس بعد ما تخلص. طيب. وكمان كان في برضو 70% من السيدات شايفين ان تحقيق النجاح الاكبر بيكون في البيت، و30% كمان شايفين ان النجاح بيكون في الشغل، و60% من السيدات شافت متعة اكبر في ممارسة دور ربة البيت وتربية الولاد. وكمان في 40% منهم من السيدات شافت ان المتعة بتكون في العمل بشكل اكبر واحسن. خلاصة الاستبيان ده اللي معايا نتيجته النهائية ان 74% من السيدات العاملات بيحلموا انهم يسيبوا الشغل من المعاناة اللي بيشوفوها في حياتهم. انا شايف ان الاستبيان ده لو موجود مثلا من فترة فاتت، لو اتعمل دلوقتي انا شايف ان هو مش هيكون بالرقم ده، هيكون اقل بكتير. اقل؟ طيب عارف ليه سببه؟ انه ممكن يبقى اقل؟ انه فكرة احنا لما بنتعرض لضغط كبير جدا في الشغل فبنقول انا خلاص تعبت، انا عايز اسيب الشغل، انا احسن لي قاعدة البيت. سواء بقى ضغوط ان انت بتعمل مجهود بدني او مجهود ذهني او في محاربة بتحصل ما بيننا، طبعا الشغل فيه منافسة. هي الفكرة مش ان انا عايز اسيب الشغل، ان احنا لما بنقعد شهر ولا شهرين اجازة بنزهق ونقول ايه ده احنا عايزين نرجع الشغل تاني. هي الفكرة انه الواحد بقى محتاج يفصل، محتاج بريك او راحة سلبية ما يعملش فيها اي حاجة غير ان هو يريح تفكير ويريح جسمه ويريح نفسه من المجهود ويروح الجيم ويعمل نشاطاته الطبيعية اللي هو متعود يمارسها واللي اتحرم منها وقت ما بيشتغل. ففكرة انه هو بس فكرة البريك، انا محتاجة اخد بريك، مجرد ان انا باخد بريك بجدد نشاطي، نفسي بتتفتح شوية. يعني الاسبوع اللي احنا اخدناه اجازة او اللي احنا خدنا عيدنا، كنت عايزة ارجع الشغل قوي قوي، كنا النهارده احنا حاسين ان مسافرتش بس مودنا مختلف وانت وحشاني، عايزه اشتغل معاكوا في حاجه جديده هنعملها مختلف، انه بعد العيد مود مختلف. ففكره لا الشغل مهم، بس هي الفكره الراحه. فلازم اي حد بيشتغل ما يحبطش وييأس يقول لك انا زهقت من الشغل، لا انا محتاج بس اخد راحه وافصل. ممكن تبقى الراحه دي قصيره طويله حسب هو عايز يعمل يفصل ايه، يفصل بينه وبين نفسه ويبسط بقى، يسافر، يروح يلعب رياضه. مفيش شغل مريح يا جماعه، مفيش شغل حتى مريح، حتى لو شغل خاص مفيش شغل، يعني هيبقى جالك من السما كده الله اتفضل اشتغل معانا وانت مبسوط. تماما. كل الشغل فيه ضغوط وفيه تحمل وفيه ان انت يبقى عندك برضو الـ بيسموها ايه، الشيء الداخلي جواك اللي هو بيسموه ايه، الحافز او الموتيفيشن. لا مش الحافز، يبقى عندك اللي هو نوع من انواع الجلد، هو ده المصطلح الصبر. الجلد. الجلد ده انا شايف ان هو اقوى من الصبر كمان. الجلد ده اللي هو التحمل فوق الشيء الصعب جدا جدا ومستمر عليه، ورغم كده انت شايف هدفك قدامك، حلمك قدامك، حتى لو مش ده او مش دي الوظيفه اللي انت عايزها دلوقتي او مش دي الحاجه اللي انت نفسك تشتغلها دلوقتي. بس صدقني مع الوقت ان شاء الله هتلاقيها جات لك الحاجه اللي انت عايزها والحاجه اللي نفسك تنجح فيها.